أخي الحبيب، أكتب هذه الكلمة وأنا أبكي. أنا من بكى مرتين في حياتي، عندما تركت الوطن، واليوم عندما تركتنا أمنا. لن أغفر لنفسي أنها ماتت وأنا بعيد عنها. سأحمل هذه الغصة حتى نهاية أيامي. كنت أريد أن أكون قربها، ممسكا بيدها، أشجعها. هي التي شجعتني دائما، وكانت بقربي في لحظة حياتي الصعبة. يا بنتي بأي حالة بده يكون؟ مريني يا عم، ما توخزني. الله يحمي ويحميك وتضلوا لبعض. رحلت إلى عالم الحق لتكون مع الأبرار الذين سبقوها من أهلنا وأحبائنا. عزائي، أن لنا موعدا معهم ومعها في عالم لا يسوده الاستبداد ولا الظلم. أصلي لها دائما. صلوا لي كي أعود وأثأر ممن كان سببا في موتها وعذاب الوطن. فدفنها خلسة خوفا من استغلال الأنصار لمأتمها يجعلني أكثر إيمانا بالانتصار. فأي سلطة هي هذه؟ سلطة تخاف الأموات. أحبكم، أستفقد لكم في وحدتي. أخوك يوسف. يا ريت الله عطيها عمل تشوف لحظة انتصارنا. روان، ما بعرف منين بعت المكتوب. بعته من مصر. فإذا بمصر؟ ما بظن بعده بمصر. فالمكتوب بالعربي ومصر عربية، عواطف المكتوب عربي وكلها علوبة بعروبة. منو صحيح؟ ايش بدك يبعث لك بالمكتوب في رجمي؟ لا تصدق. مصر عربية بس وصلت للمراسيل انجليزية. معلوم مثل عنا. يا ريت مثل عنا. نحن تركية عفرنساوية عانكليزية عروسية عبروسية. بيقولوا عنا وصايا من الأبدية. يا زلمين، هاي بلاد عودة شامبا. قولوا إذا باقي التحويل هيك رح يبعثونا وقتة. رجال وقتة؟ وكيف لك؟ تاريخ المكتوب من 3 شهور امبارح لاستلمته. 3 شهور؟ ايش بعته على ظهر زلحتك؟ رزق الله، رزق الله ايام نوح يوم ما كان التقدم بصغارتي. بعثي له غصن زيتون مع حمل. ايش في؟ ايش في يا زوفا؟ احكي لك. ايش في؟ احكي. محزون من بالك انت عم تنفي. وإذا
هلا وين يوسف؟ بالكنيسة راكي عم بيصلي، ومع بطرس غنوم وبطرس الدويه اللي كانوا مسافرين معه. ما بيجي بالاول على بيته؟ بعد الكنيسة راح زار عبر امه. وبعده هونيك؟ انا تركت راكي وجيت ركض الهول ابشر. ايه بدي زوري؟ بدي زوري اللي بده يقاطع صلغوطي بمدق الكبه بدي دقه. لا يا لولا بدك الباك يسعد. بيزعل هو ما يصلي على قبر امه. انت هون بدك تزلطه؟ ما بتطلع منيحه مني يعني؟ كيف لكن؟ فاذا رد وراي الطلب يا نسوان. يا عمي فيك انت تركي دور لغيرك. رد وراي انا. يا ست صغارتي تضرعي لأجله، يا مريم خوي تضرع لأجله، يا جميع الاسيسي تضرعوا لأجله. ايه اش ناطرين انت هلكن واحد واحد؟ كلكن تضرعوا لأجله يا رب. موقف خطير. يوسف كرم رجع، يعني انكسرت كلمة السلطة. يمكن الجيوش تسحب ويصير الدم للركب. مسيكم بالخير يا سهرانين الليل. يواكيم؟ يواكيم شو جابك بهالليل والتلج؟ سيدنا البطرك أمرني، الوضع مجلغم خطير. شو في قول؟ وين البيك؟ شو بتريد منه؟ سيدنا البطرك ربط على سيدي، أبقدر شبكه إلا بتهلة البيك. وكيف عرف سيدنا أنه البيك رجع من السفر؟ دق عبيبنا دغوشيات مبارح فوري غزير، قال لي سيدنا البطرك عايزك نزيل عبكيركي بعد مثل الليل. نزلت، كان ظاهر من عنده انصلاط فرنسا، طلب مني احمل مكتوب شفهي للبيك بسرعة البرع اللي من يبرو. سألته ليش البيك رجع من المهجر؟ قال لي البحر مراقب ومحاصر بفرقية السلطان، وشافوا البيك بالليل مع اثنين من رفقاته على شط طرابلس. هم معلوم البحر مراقب ومحاصر. بيقول سيدنا البطرك الحالي ورماني وبينخاف ينفجر الوضع. يخرب ذوقك هلأ؟ مسألة مزحومة. عسكر القؤاس جاي على البلاد شلعيت شلعيت. نحن الرجال الواقفين على اجريهم ما بيعجبونا، كان ناقصنا رجال معاول زك. وين البيك؟ وين؟ بونسوار. عليكم السلام يا اخوان. اهلا بالاستاذ غانم ترجمان انصلاط فرنسا. زلغيت ما بزوم زلغوطه صغيره يا استاذ كرمال فرنسي. ما تتعذبي ولما طلعت انا وياها من ايه بعماد الصبح دق محاشر. الاوضاع خطيره وجاي بسرعة من قبل سعادة قنصل فرنسا. تقابل البيك. غلطة البطرك طلب البيك. قنصلاته فرنسا طلب البيك قبل ما يوصل البيك. يا رب تنجينا. قبل كنا شو بده يصير؟ اللي متوقعينه يصير. صلوا حتى ما يصير. ما بدنا نعرف عايش بدنا نصلي. بدك تستغشمني مريم طانوس عليك. يقول عنا هبلات. خمس فرق قوقاز جاي تحاصركم بالبر. فركاطة بأمها وأبوها محملة 5000 عسكري تركي اسمها لبنان، جايبة داوود باشا من اسطنبول وجاي فيها حتى يحاصر البحر. يا رب تنجينا هلأش. لازم نديرك الأمر. وين البيك؟ مفروض قابله بسرعة. نحن بعد ما قابلناه. ليكن السلام. اللي بعد حيطان هالبيت دافي بغيابه. غيابك وغيابه صيروا الكل الصعيع القوم. نشكر الله يا بيك اللي طلعت حقيقه البيت. ما تخافوا ما تخافوا، راجعه ايدي تلقى بايديكم تنرجع دفى الايام. الحمد لله على سلامتك يا بيك. ايه؟
الأستاذ الياس غانم هون حامل رسالة سريعة من سعادة أنصر فرنسا. ولو قبل ما أوصل. وأنا كمان حامل مرسال مستعجل من سيدنا البطل. ليكو أنت التاني، أنت فلتوك من الحبس يا وكيل. بعد سفرك يا باك. وأنا كنت مفكر ما حدا عارف برجوعي علان. ما تاري البلاد الفالسي مثل المرا الفالسي، مين ما ملأ تحت شباكها بيقشعوا عشاقها. الأمر خطير أكثر ما بتتصور، ومفروض بلغك رسالة سعادة الأنصر. أنا قبل مرسال سيدنا البطرك حالل في الروح القدس. الروح القدس أهم من أنصر فرنسا؟ الروح القدس حل عشفيقة وخليها تخلف طول. خلي أنصر فرنسا يقعد مع شفيقة السنتين لنشوف إذا بتخلف بمبوس خيّع. أكيد وكيل، يعني هيدا حكي بينحكى مع مندوب الأنصلاتو؟ وحرزي شباب، أنا كنت مفكر رح أبعد عن السياسي وارتاح منها، لكن بيظهر السياسي مثل حي في عقل الجو، كل ما هربت منها بتشب عليك. هو عثرنا غير السياسي يا بيك. من يوم ما تركتنا ومحصرنا الظلم، الميري صارت ميرتين والمصيب مصيبتين، ورغيت من أصواتنا، حبسوا خيك الدهموع براسلك. صدروا لنا بغلين، بغل منهم لبط عسكري تركي على الكروسة، قلت رميتنا. مش صحيح. صحيح ونص. بدكن نربي البغل مدرسة الطليان. انت قومات كتير صورت يا باك، سلونا بغيابك، حاصروا البحر علينا، صورة الوطنية فهمة بتودع الحبس. ما تصدق يا باك، عم بيزيدوها مبسوطين بقدومة، خايف كلامهم يجرك على مهالي. على اي حال علي بلغك رسالة سعادة الأنصر. ايه فإذن اذا بتريدوا اسمحوا لنا لنتبلغ. امرك يا باك. تؤمر يا باك. تفضل شريف. ايه طمني كيف سعادة الأنصر؟ سعادة الأنصر تبلغ أمر من حكومة فرنسا يطلب منك ترجع تغادر البلاد بأقصى سرعة. يا أستاذ الياس غانم، أنا ابن هالبلاد، هلأ صار بدي إذن من مطلق غريب تفوت على بلادي؟ الأمر بغاية الخطورة، وداوود باشا سافر على اسطنبول بيقولوا يمكن اسطنبول تزودوا بعشر تلاف مقاطي، والخوف يصير الدم للركب. استاذ الياس غانم، بلغ سعادة الأنصر وقل له يوسف كرم مش وحده واقف بوجه الأتراك ودسايسه، صار من المسلمين أصحابي كمان، مفتي طرابلس، عبد الحميد كرامي وابنه حسن، درويش أفندي الشنبور، بيت حضرة، بيت الزوج، ضد الراب، معظم أغوات عكار. إخواننا الدروز على اتصال فيهم ومفكرين نعمل حلم. قل له أنا ما راجع حارب، راجع أصقر ببلادي وبس. اسمح لي أقول بصدق، ما حدا من أعضاء الدول له ثقة بكلامك. لي أنا إلي ثقة بأعضاء الدول؟ قالوا لي غيب لك فترة مرات البلاد تتكون خلصت مدة داود باشا وترجع بنظام 61، ما في شيء بيمنع يكون حاكم وطني على البلاد. قولوا أصحابك الفرنساوية أخواج الياس، أو بتفضل عيط لك مسيو إيلي. قولوا عدلوا نظام 61 بنظام 64، تكرسوا حكم الغريب على البلاد، وجددوا 5 سنين لداود باشا. مش بفرنساوية وحدن، كل الدول اتفقوا على تغيير النظام وتجديد ولاية داود باشا. على اي حال انا مش جاي ابحث لا بالنظام القديم ولا الجديد. فاين نشوف اهلك تعمل عندي يوم. سعادة الأنصر اللي تبلغت، اذا ما رح تخضع للقانون ما في لزوم تعتمد على فرنسا. واذا ما خالفت القانون برجوعك على البلاد. خالفت القانون. استاذ الياس غانم، تفضل سعادة الأنصر وقل له بدي واجهه بأي طريقة ومهما كانت الظروف. سعادته مش قادر يواجهك، بعتني بس حتى أنصحك. استاذ الياس غانم، وصلت النصيحة. عن إذنك. بالسلامة وكيل. بيقول سيدنا البطرك السلطة ناوية على الشر،
أتوجهش بالشر كرمال الناس الإبرية. أرض البلاد من كتر ما شربت دم صارت البندورة تحمر وهي فيش. بيقول غبطو عنده أخبار إنه رح يحكموا الحصار على البحر والمنطقة حتى تسلم نفسك إذا بقيت بالبلاد. وكيم أمن غبطة البطرك وقلو يوسف كرم باقي بالبلاد. هيش أسعد بولوس أدرس دولة هاي الجنبولس هادي أبو الطن بدو اسم عن فرنجي نادس بيك معوض أدرس الدوي أبو حسون كرم عضو يا باي. يا شباب هدي أطلب منكم تعيدوا تنظيم صفوفكم لأنه الهيئة حضرتهم حتى بعد هالغيبة الطويلة ناويين على المشاكل. عينيك يا باك حط سيفك هالكلمة ناطرينة. أنا لازم واجه قنصل فرنسا حتى فهمه واشرح له وجهة نظري. عمتين يا باك بجرب قابله بالطرق السلمية وبتمنى ما يجبرني أعرض نفسي للخطر وانزل واجهه بوفد شعبي كبير. بتمنى ما يجبرني اعتمد هالطريق. الشمس ما في حدا جاي كرامتنا إلو هدوء الانتصار مثل الهدوء اللي بيسبع العاصفة. صحيح كأنه هالبلاد بعد ما قصها خوف واستغلال وجروحات فيفرضوا عليها احتلالات. ما عرفت يا باك ليش امرتني اني توقف على تلة مرضومة. قلبي حزين يا اسعد لاني جبرت اعتمد هالاسلوب حتى واجه قنصل فرنسا خاصة بعد غيبتي الطويلة عالبلاد. لكن علي واجه خويف يا باك يغدروني من البحر. احنا مجبورين نبقى ناطرين هون على تلة مرضومة تيكونوا رجعوا الفرسان من جوني وحاملين معهم موافقة القنصل عن قبلتي. بتأخروا علينا ننتظر يا باك. شفت بالنظور وكر عسكر ما يغلي على جسر المعامل تان. لك انت منين جبتوا هيدا النظور؟ حرام كان العسكري تركي مسكين ما بقى عاوزة أمر عن يزيد خطوره. لينا ننطر عودة الفرسان من أكثر من ساعتين. روحوا غايب عذره معه أكل حال يا بطرس توما رجع راقب وخلي عينيك عشرة عشرة. هي همك يا باك خوف مثل الضباب اللي هاشم على البحر. الوضع كله يا باك ضبيب الضبيب. المطران يوحنا سيادة المطران يوحنا وصل. أهلا وسهلا بسيدنا باركني. عليك البركيات الاحترام والطاعة. عليك البركة يا بي. هدومك عزيز وفي خبر. وخبر ثقيل ان شاء الله اكون قادر احمله. ما بتحمل المحبة غير جناحات السلام. كلفني غبطة البترك مسعد اجي اطلب منك تنفيذ الامر اللي بلغك عنه الاستاذ غانم ترجمان انصلاط فرنسا. اترك البلاد من جديد تنسحب من ساحة هالدائر وتتراجع عن محاربة السلطة. يا سيدنا انا ما جاي حارب السلطة وقال لك انت كملت المشوار ما توقفت هون على تلة مردون. انا جاي واجه قنصل فرنسا حتى فهمه واشرح له وجهة نظري. السلطة اعتبرت مجدك مع هالعدد الكبير من رجال اعلان الحرب عليك. يا سيدنا مستعد سلمك اعتراف صريح موقع مني. لا قصدي الحرب ولا نيتي المشاكل. وحتى تبرهن عن حسن نيتك مفروض تتراجع فورا مع رجالك. ما بقدر عبر عن رأيي بالسلام بهيكي ظروف. ما بيعود يتصدق كلام السلام. يمكن صحيح ما الاحتلالات بتتغطى بالكذب وبالكذب بصير الموت حقيقة والاستغلال نضاء. بس مهما يكون سيدنا الكرامي تبقى أغلى من الحياة. كان معك حق لو ما يكون الإنسان بحاجة لاثنين متلازمين لقمة الخبز بالكرامة. عند
للشعب الحي كلمة لا بتصير رغيف خبز. العين ما بتقاوم مخرج. مين اللي قال هالحكي؟ العين الجريئة أوقات كتيرة بتشل الإيد اللي حامل مخرج. الأجل سلامتك. أجل سلامتك وسلامة رجالك بطلب منك تنفذ كلام غبطة البطرق. أنا بشكر كتير كتير عواطف غبطته، لكن علي واجب أرسل فرنسا بالحقيقة أول ما اجتمع فيه. بقدر أحصل منك على كلمة شرف؟ بقدر. ما راح تهاجم؟ طب ما راح هاجم. ورغم هالوعد بيبقى الخوف من المفاجآت. انتبه. عن اذنك. مع السلامة. خوي يا باب ينقلب عسكر داود بوشي على المطرون وجماعته. كيف؟ المراقبين شافوا العسكر عم يتقدم بين شباب الوزير وشجر الجاز. عاد هادي كبيري. ما قدروا يميزوا العدل. ما بفتكر يا اسعد قاصدين نقلنا. سلطة معتمد جسر المعاملتين وحط عليه عسكر تتراقب البحر. وصلوا وصلوا يا بيت. مين؟ الفرسان عظيم. وصل واحد شافوه يمكن رفيقه وراه. يا بيت مي مي اعطوني مي بسرعة. شافوا رفيقي؟ مين عمل فيك هالعملة؟ مي يا بيت. طبي على الراس مالي طبي على الراس. ساعدوا ساعدوا لي. وصلي ايدك يا بيت. انا فاهمني شو صار. وين رفيقك؟ لقطوا. مين لقطوا؟ عسكر داوود باشا. اكيد تشرعوا انتوا قاصدين بيت القنصل. نحن طالعين من بيت القنصل عدو ميدان المعاملتين هجموا علينا وغدرونا ومرقولنا من اخيرنا بالوحل وصاروا يسبونا ويسبوك يا بيت. ايه وسمي الفضل. وفي عسكره هاك زمك قصير صار بدو ربطنا. هنا قليل يا شفور وانت من رجال الباك قمت وصمت طول بطاع المحك كسره وفزات على انجار ولد اللوليوي. هما علم يا حرستين البطن الحمله. هلا اتركه خليه يكمل. ايه وبعدين شو صار؟ لحقونا بس ما يمرن يلحقونا وانا بعرف نوضو مين. لك هلا فهمني. ايه بنتو الانصلاطو قبلنا وقلبي حملك كل مسؤولية بتصيب لمورنا. إذا هربت وصلت بتشد من الناس الأبرية. ما طلبي وجهني؟ رفض والبعث لك ترجمينا يبلغك إيروبا وما عنده شي يقوله. أنا عندي شي يقوله. هاكل شايف يا باك وجودنا هون صار خطر. طالما لقت الفرسين نوية بمردة. أي شو قرارك يا باك؟ ركوني صلي قدام هالكنيسة اللي واقفين عتلتها. القديسين بيوقفوا عتلال سيقشعوا لبعيد والناس بيوقفوا بوديان سيقشعوا القريب. خليني يا بيك صلي معك. شو كان بدك تترافقينا يا زوبا؟ بي ما فيكن معك. أنا جيت مطرقه. صلي اركعي وصلي ما تركعي غير لربك وبس. عيوننا مغسل عكل الجهات صابيعنا صالية عكيوكا. اشتر وحسن صنفر وشوف وشوف عسكر هيدي مليانة مرزينات.
باتجاه الشمال. هيا مجبورين نرد على نواياهن بمثل نواياهن. صرت لطين من رجالي وعشر مجاريح. قلوا المجاريح عطهور البقال وحيوا أرواح اللي استشهدوا لأجل أرض وبلاد. الشيخ مخايل طرطاي من تنورين، الشيخ بولس نعمي من تنورين، وهبوا أرواحهم معركة البوار لأجلك يا وطني. نحن العاصفي، الأرض والإنسان ملتحمين بحكاية واحدة. حكاية الإنسان يا أسعد، إذا كان مفروض يكون لك الإنسان أرض اسمها بلاده. يا بهاد، أنت اليومان عصومي؟ يا أسعد، دفعونا الثمن غالي بمعركة لبوار، اثنين من أخلص رجالنا. طلبت منك تهاجم من الفضل؟ يعني ما كنت رايح حارب؟ ما الأمل الغد. ما تزعل يا باي، نحن وراك. دبروا المؤامرة يوهم الناس ويوهم الرأي العام إني أنا المعتدي. حبلين تحرم، بل شو يعتمدوا عمالة رجال من ناسني. ليك لكن درجي بولابي مصلح اللاستيك، هذا كانت مراته تستغفلوا مع انبوشي غريب. كل ما كان هو يدق مسمار بسرمية كانت هي تندع مسمارين تحت الكنبية. لك انا حكيني حكيني هون حكيني. لك شو الطعمة هالحكي اللي عم تحكيها هلا؟ شو الطعمة؟ يا شباب، قربوا لألكن قربوا، خلينا نحكي كلمتين على واق. صراحة أنا مني مطمن. يطلب منكم تبقوا واقفين على سلاحكم ومستعدين. نحن انسحبنا لهون على تلة بنشعي لأنه هالمطرح أفضل مطرح لنتحكم بالمعركة لو صار. كل رجال واقفين على سلاحهم ورصهم، والمدافع منصوبي على الاتجاه الوحيد اللي ممكن يهاجموا منا. بس خلينا نبعد عن ميدان هالدير. انا ما برضى ينقال يوسف كرم ورجال واحتموا بالديوره وعطيوهم سبب تيهدموها. رئيس الدار خايف من هالشيء وراكع بالكنيسه ما يصلي. سيدنا وصفك وطننا. شوفي انا صلاه فرنسي مشرف لندك. عم تفك التكايته جاي على ظهر حصانه من ورانا على طريق الإدومية ومعه خوري. صرخني مين الزلم؟ إلا نزل الخورات وقال لي نحن جايين من عند غبطة البترك بالسر وحضرته الراكب أنا صلاته فرنسي. غريب، رحت لعنده رفض يستقبلني. شو جد صار؟ تشرف حضرته له. جايب سلعة وغطك بالسر. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا يا أهلا. مهيوب مهيوب كتير جنابك بلبس بلادك. يوسف باك ما برضى ينقل صديق فرنسا عرض شعبه للموت. مع إني ما بحياتي عرض شعبي إلا للحياة الشريفة. أنت عم تحرض الشعب على القتال. أنا دفعت. ومعركة البوار. هني هاجموا بخدعة. جاي من عند خطة البطرك حتى انا عارف خطورة الاوضاع. انا مقتنع. بيكفى تحمل شعبك مقاسي. هلا فهمني شو هو طلبهم؟ تسافر. لا ما في غير هالكلمة تسافر. البطل الكبير بساعات المحن مفروض يقدم لشعبه التضحيات الكبيرة. انا ما شايف سفري تضحية لاجل هالشعب، بالعكس يمكن يكون سفري التضحية بمستقبل هالشعب. المستقبل مضمون من خمس دول كبيرة. الدول الكبيرة يا سعادة القنصل، فيل كبير لما بياكل وبيشبع بيرتاح وبينام. قصدك بينسى الشعوب الصغيرة؟ ايه، وبتصير شعوب صغيرة مثل برغش على دنبه، هيهات تيحس الفيل بوزة البرغش. شو هو هدفك؟ هدفي ما اترك الفيل ينام. معركة البوار كان المفروض تكون درس لإلك. الاسطنبول عيني قد عسكر معروف ببطشه أساسه أمين باشا. وإذا ما سافرت اللحظة والتاني رح يهاجمك. أنا وقفة البطرك عارفين الخطر، عارفين
كان شو منتظر هالقبر يا روز ملاك. انت بتعرف مدى احترام دولتي لشخصك، انما السياسة مد وجزر. وصاحب الانتصار الصحيح هو صاحب القرار الصحيح بالوقت الصحيح. انا بشكر كتير كتير عواطفك سعادة الرجل. الظروف المستحيلة حرام هذا الدم. ولا مرة كان هدفي الحرب لمجرد الحرب. انا كل همي ناس بلادي. الناس المقهورة بعجة لبطل وشفتك قدامها البطل. ميح اللي قلت الناس المقهورة. باسم غبطة البطرك، باسم دولتي وباسم صداقتي جاي يطلب منك تسافر. والثمن؟ الثمن بيهمني الناس تقبض الثمن. سلامتهم هي الثمن. عند الشعب الجبان مش عند الشعب الحر. شو هو الثمن؟ فهمني شو هو الثمن. انا رح اقول لك شو هو الثمن. اولا تحديد موعد قريب للاستقلال بتضمنه الخمس دول. ثانيا تحديد الميري، احترام العداله، فك الحصار عن هالشعب وعدم توقيف الناس بدون زمن. ثالثا تاهد برجوعي على البلاد اذا شفت رجوعي ضروري. وغيره يتولى عسكر من لبنان بس حفظ الامن بلبنان. بأسف إلك مني فريق حتى تحط علي شروط. بتمنى عليك تنقل هالشروط للفريق العم يطالب بسفر. القوي هو بحط شروطه وهن حاليا القوي. جيوش سلاح أساطيل لكلهم منهم أقوى من حق فلاح صغير بجال من أرضه. عسكر جرار. عسكر أبي فاشا. حاول تتفادى المعركة 20,000 مقاتل. ما توقع رجالك وشعبك بمجزرة. عسكر أبي ماشي. أطلق ضربة مدفع. جهاز لطير رد. شفنا فارس عفوة السهل على ظهر حصانه. عني لو لحنا ببيرو أبيض. كثير منيح. أمين باشا طالب يواجهك. أرجوك تتفاهم معه. هيدا آخر نصيحة مني لك قبل الخراب. هلا لازم روح. ما فيش طاجة من عندك. من نبعد الروح. روح 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 شايف ومعروف هيك يا سعادة العنصر. يا سعادة قول يا بابا. شوف هذا من رجالي دل سعادة العنصر وجماعته على الادومية من خلف الداير. ليهمك فضو يا بابا. شو فيه؟ وصل عخطوطنا فارس راكب على فرسه وما يلوح بايرو قبله. بيقول انه امين باشي طالب يواجهك. مين؟ البارون شوارزنبرغ. لا حياتك عمين بوشي قويد الأتروك. لك مثل بعضها يا شبور. اختربت الأسامي والشخص واحد. كيف يا بك؟ عجيب سامبروك الأمين بوشي. هوب سامبروك؟ ايه سامبروك. شوارزنبرغ يا بطرس شوارزنبرغ سامبروك. هيدا البارون شوارزنبرغ جنرال بلجيكي طوع بالجيش العثماني وصار اسمه أمين باشا. سيكا سيكا كان نقصنا البلزيكا. لك هلا روحوا قولوا للعسكر يخلي يشرف امين باشا على ناطو. امرك يا باك. تؤمر يا باك. يا اسعد هيا قدامنا معركه صعبه. مش قصدون التلويح بالعلم الابيض. قصدون يطلبوا منا الاستسلام. فرقنا رجال جمعوت جمعوت ورو صخور مثل ما امرت. ورجال جاهزين للقتال حسب الخطه اللي رسمتي. غالب حتى رجال ينزلوا على صغرته يبلغوا النسوان والاطفال يخلوها بسرعه. عطلي بطل يا بوشي. عليك السلام. وعليك الأمان صولجان الفخر حضرة الآيد المنصور. إذا كنت بتقصد معركة البوار الانتصار ما تحقق بعد. شاجي لما بتتحاصر تهجم على الدين. أنت منك
جبل نزل دمعة بنفتح لنهر. إذن اتفقنا. الحرب حرب ما بتكون اتفاق. انت ما فتحت مجال الاتفاق. لانه جنابك ما فتحت مجال للحوار. السلطة محملة الشروط. استعد اسمع. اولا كتابة بيان تعتذر فيها عن معركة البوار. وافق. لاني ما حاربت دافع. ثانيا تسليم عدد من رجالك نشتركوا بالمعركة. وافق. هرت يتحاكموا بعدالي. ثالثا تويع اتفاق تعرف فيها لنفسك عدم التعاطي بالسياسي نهائيا. واي مناكفات تحصل بالشمال او كسروان وحدك المسؤول عنها بكفالة غلطة البطرك وسعادة انصر فرنسا. وافق. اكيد. ما انا تحت القانون. رابعا تسليم 40 قطعة سلاح من سلاح رجالك. فوق 40 شروال منيحة. وافق. اذا رح بلغ السلطة والصبح برد عليك خبر. وبنقعد سوا نشرب قهوة تركي. اكيد من كلامك. اكيد مو جنرال البارون شوارزنبرغ. بعد اذنك. وفي كيف رضيت باك شروط؟ كيف رضيت؟ لأنهم هني ما رح يرضوا. كيف؟ يا أسعد الحسكي السمكي بتعلق بالزلعوم ومعتبريني الحسكي وطمعانين ببلاد سمك بلا حسن. رغم كل هالتقيد وليه؟ ما بيرضوا؟ ما بلغ الرجال يبقوا واقفين عسلاحهم ومستعدين. سواد هالليلة زايد بسواد النوايا. إيدنا الباك. يا جبور املك عن ستان روس باول. اسمح لي اقدمه للرجال. بركن العائلتك يا جبور. عائلتي فخرك ودمي عزك. شايفك كل شي مملك بهالدنيا. شايفك ولادي وبلادك. يا جبور شو بدنا نعمل اذا القدر جبرنا نعلم ولادنا بدم نحط هالارض حتى ما يربوا غربات يفتشوا عن مصالحهم بزبالة الارض. سبعين قرروا المعركة. هالأصوات عم تقرب أكثر. أي شو قراري؟ انضموا للرجال وأنا جاي. لعيونك يا باك. عينيك يا باي. صحيت وياك يا باك. هجموا مثل ما اتفقنا الرجال مجموعات ثلاثة ثلاثة. هنتفادى العدد الكبير والرب معنا. انفجار مدفع كبير. بطرس طومي هجم مع مدفعه المفجر. بعد ما شاف رفيقه جبور القتيل منعته يهجم على المدفع. قال لي ما حدا قادر يقدم دمه للباك وللبلاد اكثر منه. وركض على المدفع مازال هالجبل بعد فيه هيك رجال ما بقى ينخاف علي صار ينخاف منه. يا شباب يا شباب هون ببنشعي انتصرتوا. بعدكن قادرين تكملوا المعركة. قادرين. هلا بلشت ردنا سلام غدوها حرب. هل تكون الحرب؟ الحرب الحرب بره من هون تحرق بكل ضيعة بكل حي وكل ساحة. لا
واللي بهم تحرير البلاد ينضم إلنا. مشوارنا لعندن على مركز المتصرفي عبيد الدين. شباب ونسوان من كل الضياع المتن بلشوا يوصلوا. قسم حاملين سلاحون وقسم حاملين مولى. ازاي صار عدد الرجال؟ بنقرف يا بي، زحف بلاد كامل. كل ما مرقنا الضيعه بجر من الحماس معنا نهر هادر. بعدهم بيقولوا قسم كبير من هالشعب معهم وافراد قلال معنا. كل المعنى بس الخار كان مجمد لسانيته. خوف مثل فحم الحجر، كل ما اختمر كل ما ولد قوه. يا أهلا بالبيت. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بنصار. أهلا وسهلا فيك يا بيت. أنا عتبان عليك كثير يا نصار. قدومك على الديار شرف كبير إلي. من هيك بوصل على ديارك ما بتجي تسأل. بصراحة واقع بمحنة كبيرة. لا إن شاء الله، شو هالمحنة؟ إجتني أوامر حاسمة من المتصرفية بيطلبوا مني إمنع دخولك على الكفاية. طيب الكفاية صارت ضيعة تركية. أعوذ بالله الثاني. هيزن المتصر فيه ما بتقدر تنعين الثاني يفوت على أي ضيعة الثانية. تعرف يا بيك أنا موظف ومحكوم. مثالك موظف ومحكوم يا نصار. فإذا نروح بلغ المتصر فيه وإلا شاب حكم عليا هي قطر من كل لبنان. يا بيك يا بيك في خطر عليك وعرجال. هي خطر بده يوقف بوجه نهر هالشعب الهادر. لكن هالنصيحة ما بتقدر تجبرني وقف زحفي. عني اوصل انظهرني. طبعا هل يجبرونا ندافع ونوقف مسيرتنا؟ نفوصل بيننا وبينهم ويقي بوزير. يا شيخ اسعد رح اترك الف رجال بامرتك هون على كتف الوادي تتقاومن. نحن مكملين طريقنا. هيك بنتشتت. المهم ما تتشتت وحدتنا. لو بلغوا الرجال يجمعوا صفوفهم يستعدوا للزحف. بعد الدفين جهز احصان العنزاوي مثل غيطن. وصل المطران يوحنا ومعه ممثل عن المتصرف دهود باشا، رئيس مجلس الاداره نعوم افندي انو، وانصلاط فرنسا وطبيب وجهو. كلهم وصلوا بهالحسره. خلوني شرف. امرك يا بيه. عليك الأداسة. وعليك العافية يا بيك. كلفني غبطة البطرك أقصدك بسرعة وبلغك إرادته لآخر مرة. شو هي إرادة غبطته لآخر مرة؟ اتوقف زحفك تحت سلطة الطاعة. لا يا سيدنا، زحفي ما رح يوقف قبل تنفيذ الشروط اللي سلمتها لسعادة القنصل. أنت وافقت على الشروط. هيدا حكي. وجلالة الإمبراطور نابليون الثالث بيعرض عليك ضيافته. انا هلا عم بحكيك باسمه. ومين بيضمن التنفيذ؟ غبطة البتراء. وجلالة الامبراطور نابليون الثاني. وانا بالنيابة عن داود باشا ببلغك انه رح يخلي سبيل كل الموقفين، وبأكد لك احترامه لكل اهالي الجبل وحمايتهم وحماية املاكهم. رجال صاروا جاهزين للزحف. خليهم يجتمعوا، بدي احكي معهم كلمة. يا رجل يا رجل، مطلوب مني سافر. لا ما تسافر.
فتحت الطين عبد الدين؟ ليه تفوت الفرصة؟ الدليل ما بيقبلوا بين عمر الزمان عندي كم عشر وبين هنا يا بايكنا يا بايكنا هوني انتو تعرفوا لا غايتنا فتوحات ولا احتلالات ولا بطولات. نحن هدفنا حريتنا وكرامتنا على ارض. عرضنا شروط وافقوا عليها. وافقوا اولا على تحديد موعد قريب للاستقلال. وافقوا على تحديد الميري واحترام العدالة. وافقوا على إخلاء سبيل الموقوفين وضمان الأرض والإنسان. كلها لسه من عيشة وانت معنا. كل هالإشياء اتركها معه. البلاد مش يوسف كرم. البلاد انتو. خليت معنا. وداعنا ما بيكون دموع وداعنا بيكون وعد. واذا كان سفري ثمن اللي رح نحصل عليه واذا كان لابد من فتحي فلضحي انا تيعيش لبنان. يا ربي ما اعتمدك بعدلك خلت مني الظلام وبعرف بعدلك بس كرام دموعي بعدلك لا تحرم قلب على الغياب. شد الهيمم عالظلم العثماني.